غير موجودة إلا في إسبي، مش موجودة في أي مكان آخر إلا في هذا المكان. المكان ده مساحته 250 فدان، منهم 48 فدان للفندق والباقي للسكن، من شاليهات إلى فيلات إلى قصور بهذه المنطقة الساحرة الجميلة جدا. بقول لحضرتك في كل مكان في كل حتة شايف المساحات الخضراء، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عايز أقول لحضرتك النهاردة أي استثمار اليوم هنا، ليه بقول حتى استثمار إيه؟ إن أنا بشتري حاجة بكرة سعرها بيزيد قد إيه؟ لو أنا باخد حاجة النهاردة، استثمار العقار النهاردة، استثمار السياحة النهاردة، لما بتاخد هنا في أي بتاخد الجنيه اللي بتدفعه بكرة بيبقى 3 و4. الناس النهاردة بتتجه لده، لأنه مع ظل الأوضاع هنا بتقدر. شايف؟ الله الله أكبر، ما شاء الله، الله أكبر. بص أقف هنا، أقف هنا، أقف هنا، أقف هنا. إيه ده؟ إيه العظمة دي؟ والله ولا أروع. طب لو أنا ما كلمتش وقلت لكم ده في سيدي حنيش، لا يمكن تتخيلوا ده في مصر، أو ده هيبقى في مصر، أو ده هيبقى موجود في مصر. ده اللي قدامك، ده اللي قدامك، ده شايف اللي قدامك ده ممكن تتخيله؟ لا. طب وانا ما انا عندي، ما انا عندي اقدر اقول واقدم للعالم كله، ده انا عندي في مصر، ده انا عندي في الساحل الشمالي، ده انا عندي في الساحل الشمالي الغربي اللي هو المنطقه البكر، الافضل واحد من افضل 10 شواطئ في العالم موجود اهو. هذا المقر او هذا المكان المتصمم واحده من اكبر شركات تطوير والتخطيط في العالم، شركه امريكيه هائله لها فروع واماكن في العديد من الدول العربيه ودول العالم وفي الولايات المتحده، معظم الولايات الامريكيه موجوده شغاله هناك في الشركه اللي عامله التصميم. عشان كده التصميم ده اللي قدامك خد افضل تصميم من 1000 مشروع تقدمه، 1000 مشروع تقدمه خد الجائزه دي، خد الجائزه دي، الجائزه الاولى 1000 مشروع عشان التصميم اللي احنا بنوريه لحضرتك، بنرجع له تاني التصميم، لانه لما بتشوف ده بتشوف هو ليه خد الجائزه دي، هي خد ليه ده 1000 مشروع تقدمه فياخد الجائزه عشان اللي قدامك ده، لانه هو التصميم الافضل، تصميم اللي هو بيديك المستوى عالي جدا من الرفاهيه والفخامه، يعني الاثنين مع بعض، ويديك كمان المتعه وهدوء، يعني وانت موجود هو اكتر من كده ايه؟ اجمل من كده ايه؟ ما عندكش اجمل من كده. اللي قدام حضرتك اهو في كل البيوت كلها، البيوت والفيلات والشاليهات محاطه بايه؟ بالنباتات الطبيعيه والبهجه، الوان كله. شايف؟ شايف وانت شايف ده؟ شايف المشهد اللي قدامك ده؟ يقول لك ايه؟ شايف ده كمان؟ بس تعرض معاك عشان تبقى شايف المكان ده شكله ايه؟ هي في مصر؟ في مصر. شايف البحيرات بتحيط، شايف الجزر؟ مساحات الجزر كل ده لما بتشوفه تقدر تعرف هنا ايه الحكايه اللي هتبقى موجوده، عشان كده بنقول هنا السحر. هيبقى فيه كمان مناطق ترفيهيه، يعني غير ده هيبقى عندك منطقه مثلا للاطفال، منطقه كبيره للاطفال، منطقه للرياضه رياضيه فيها ملاعب بقى واللي عايز بقى، في منطقه هتبقى مثلا دراجات، دراجات بحوالين كل المنتجع اللي قدام حضرتك ده. كل المنطقة دي هيبقى فيه منطقة مخصصة للدراجات، الناس اللي تحب تركب العجل وكده، في مكان مخصص ليهم يقدروا يمشوا ويستخدموا العجل بتاعهم على طول الوقت. في منطقة تجارية، مول تجاري، بحيث ان انت حضرتك مش هتبقى محتاج تخرج بره الاسوار، بره المساحة دي مش هتبقى محتاجها، لو قعدت اسبوع، اتنين، شهر، اتنين، تلاتة، طول السنة مش هتبقى محتاج، كل خدمتك وخدماتك هتبقى موجودة. بمعنى انه المول التجاري اولا في كل انواع المطاعم، اي حاجه انت بتفكر فيها تتكلم على الاكل المصري موجود، الاكل الشرقي موجود، اللبناني موجود، اللي مش عارف ايه موجود، الحاجات الايطالي موجود، اللي انت نفسك فيه. عندهم مجموعه من الشيفات اللي هم زي ما بقول لحضرتك المطاعم المختلفه. ايطالي؟ ايوه. تحب الايطالي؟ طبعا. الله، بحب المصري؟ يا سلام، هو في احلى من المصري وفي اللي مش عارف ايه موجود. ما انا بقول لك انت مصيف، يعني ايه مصيف؟ عندك بحر ما فيش احلى من هذا البحر، عندك مكان ما فيش اجمل من كده،
أعلى مستوى من الخدمة، أحسن مستوى من الأكل. طب في إيه تاني؟ هو ده. طيب عندك حاجات أخرى؟ عندك مطاعم تانية موجودة كتيرة، عندك عايز أشتري سوبر ماركت موجود، عندي مش عارف إيه تاني، كافيهات موجود، كل ده موجودة. فبيبقى أنت مش محتاج أخرج برة، يبقى أنا وقتي، طب أنا عندي، طب طول الوقت والليل والحفلات، مفيش أحلى من كده، مفيش أحلى من كده ولا أروع من كده. ده اللي هيبقى موجود هنا، وعشان تبقى شايف حضرتك الـ طبعا الحكاية إيه هي. في طبعا بعض الناس يقول لك هو ده يا جماعة، إحنا بنتكلم في هذه المناطق، ما هي البلد خلي بالك كله بيبقى فيه مستويات، هنا فيه مستويات، ما أنا بقول لك في حاجات بتبدأ بكذا. في ناس يقول لك هي دي الأرقام اللي بتقول عليه، أيوة في ناس، في ناس بتدفع وفي ناس معاها، وفي ناس يروح يقضي في ليلتين ثلاثة في الفندق، فيبقى عندك كده، في واحد يأجر ياخد شاليه يتأجره، في وياخد خدمة فندقية، أكنه قاعد في الفندق، نفس الخدمة، ما هو هم حاجة واحدة، فهنا شاليهات فيلل بتاخد أيضا خدمة فندقية، ويبقى لك مميزات كمان في الفندق، يعني وأنا ساكن هنا ليه حق؟ أيوة ليك، هيبقى لك حاجات كتيرة جدا، بقول لكم حلقة السبت كمان هيبقى فيها تفاصيل كتيرة جدا عن هذا المشروع المهم والعملاق والمتميز، سواء الاس بي نتكلم على هذا المشروع السكني المتميز جدا، فيش زيه. تاني بقول لكم انا بكلمكم بامان، فيش زيه، فيش احسن من ده اللي قدام حضرتك، في فندق خمس نجوم بمعنى كلمه الخمس نجوم. هنا بتعمل هتكون ال تستخدم هنا ايه نظام ال5G. 5G هنا ده في سواء في عملية فكر وتصميم وتكنولوجيا، احدث حاجة موجودة هنا تبقى في هذا المكان، وبالتالي انت بتكلم على نظام حديث عصري متقدم، دمج التقدم ده مع بين الحداثة والرفاهية، سواء في الإقامة، في في الخدمات اللي بتتقدم، وانت بتقدم يعني مش هتبقى بقول لحضرتك محتاج اي شيء، كل الفئات كل المستويات كفى ليهم مكان هنا، ليهم مكان هنا، بتقولش ده لمين، لا لاي لكل المستويات تبقى فيه اتاحه موجوده، وبالتالي احنا عندنا مالديف البحر المتوسط موجوده هنا في هذا المكان طبعا في سيدي حنيش، بنتكلم على طبعا المتعه، بنتكلم على رفاهيه، بنتكلم على يعني كل المنتجع وما يحيط بالمنتجع بالكامل، الفندق او مشروع سكني مستوحى من الطبيعه.